حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل ان انحر قال انحر ولا حرج انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج